الملكة رانيا تهدي تاجها الملكي الماسي لابنتها إيمان بمناسبة زواجها، ارتدته عام 2001 فقط. على دربك على دارك خطوة وخطوة تمشي. مع إعلان الملكة رانيا العبد الله زفاف ابنتها الأميرة إيمان، بدأ رواد مواقع التواصل الاجتماعي بترقب جميع تفاصيل العروس من فستان زفاف الأميرة وصولا إلى المجوهرات، إلا أن التاج الذي سترتديه من أجل الحصول على إطلالة ملكية ذات طابع فخم هو أكثر ما توجهت الأنظار إليه، وتساءل البعض حول اختيار الأميرة إيمان لتاج زفافها. أحلى من قمر نيسان وأحلى من الباس شوية. وكان لافتا ظهور الأميرة إيمان بالتاج الملكي الماسي مزين بزهور ماسية في إحدى الصور، والذي تعود ملكيته لوالدتها الملكة رانيا، وهو الذي ظهرت به في عام 2001 فقط، إلا أنها أهدته لابنتها إيمان وظهرت به في الصورة. فرحك تحضن إيماني منظور عيال. وكانت جلالة ملكة الأردن رانيا العبد الله قد نشرت فيديو كليب لأغنية أهدتها لابنتها الأميرة إيمان بمناسبة زفافها الأسبوع المقبل. وبهذه المناسبة السعيدة نشرت الملكة رانيا لقطات عائلية نادرة تجمعها مع ابنتها الأميرة إيمان قبل أيام من زفافها، حيث أرفقت الفيديو بأغنية مميزة هدية لابنتها من الفنانة اللبنانية أليسا وكلمات وألحان الفنان مروان خوري.